صباح الصحة والسعادة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا لكل انضم لنا في برنامج فلسطين هذا الصباح وطبيبك. وموضوعنا اليوم رح نتحدث عن أمراض الحساسية. نتحدث من مرض ممكن انتشر مؤخرا بشكل كبير بين جميع الفئات بأعراض كتير مزعجة، ممكن تأثر على حياتك، على نحكي سير يومك بشكل كامل. رح نتحدث عن أمراض الحساسية ونفصل بخصوص موضوع التضخمات أو التأثيرات اللي ممكن تصير بالجهاز التنفسي وغيرها من تفاصيل. طبعا كل هاي المحاور راح نناقشها انا وضيفي اللي بيسعدني ارحب فيه، الدكتور باسل زيد، اخصائي انف واذن وحنجره وخبير وباحث في امراض الحساسيه وعلاجها ومقيم في المانيا. اهلا وسهلا دكتور، نورت فلسطين. اهلا فيكي، صباح الخير لك نادين، وصباح الخير للمشاهدين في تلفزيون فلسطين. دكتور، يعني زي ما ذكرت سابقا، الحساسيه، امراض الحساسيه وانتشارها بشكل كبير مقارنه في مسبقا، نحكي نتحدث ما هي امراض الحساسيه بشكل عام دكتور؟ طبعا نعطي تعريف سريع للحساسية أو أمراض الحساسية. طبعا هي أول شيء هي مرض شائع كتير، يعني تقريبا آخر الدراسات تحكي إنه شخص من كل 5 أشخاص بيعانوا من شكل من أشكال التحسس أو أمراض الحساسية. طبعا بتعريف بسيط إلها، هي بتكون عبارة عن ردة فعل من جسمنا، من جهاز المناعة اللي في جسمنا، لمواد مش مفروض إنه الجسم يتعرف عليها كمواد مضرة أو مهيجة، ولكن الجسم نتيجة خلل معين بيتعرف على هاي المواد، وبيكون هناك خلينا نحكي تعرف أولي. الجسم بيتعرف على هاي المواد، بيتم حفظها في جهاز المناعة وتكوين أجسام مضادة إلها. في التعرف الثانوي بتم إنتاج مادة الهستامين، واللي هي بتكون مسؤولة عن أغلب الأعراض اللي إحنا بنشوفها في مرضى الحساسية. طبعا المحسسات أو خلينا نحكي أنواع التحسس اللي بتصير ممكن نقسمها بشكل رئيسي لقسمين رئيسيين: مواد إحنا نستنشقها اللي هي المحسسات الهوائية عن طريق الأنف بتدخل، واللي هي أكثر بنشوفها عند الكبار والبالغين. النوع الثاني اللي هي حساسية الفود أليرجي، اللي هي حساسية الطعام، الأشياء اللي بنأكلها، هاي بتكون أكثر عند الأطفال. بالنسبة للنوع الأول أو المواد اللي بنستنشقها، طبعا هاي هي الغالب واللي إحنا بنشوفها كتير. نحكي عن تحسس ضد أنواع معينة من الشجيرات، من الزهور، غبار الطلع اللي بنسميها حساسية ربيع كمان، من الغبرة، من الأتربة. في نوع مهم كمان كثير ناس بتغفل عنه، اللي هي حساسية العث، أو اللي هي حشرة العث، اللي هي حشرة صغيرة مايكروسكوبية ما بنشوفها إحنا. هاي الحشرة بتكون في الأسرة أكثر شيء، لأنها بتيجي نتيجة خلينا نحكي الجلد الميت اللي بينزل منها وإحنا نايمين. فهاي الحشرة بتكون مسؤولة عن كثير أعراض، خصوصا الناس اللي بتحكي أول ما بصحى الصبح لازم أعطس كثير كثير كثير، بكون أنفي مسكر وغيره وغيراته. له علاقة بالفراش، يعني الموضوع بتأخذك وساعدتك. طبعا هذا بيكون، وما له كمان علاقة في أمور النظافة، يعني هذا إشي موجود نتيجة أنك أنت بتستخدم الفرش وتنام عليها، طبيعي تتواجد هاي الحشرة. بالنسبة للنوع الثاني اللي هي خلينا نحكي الحساسية الغذائية أو المواد الغذائية، طبعا هاي موجود أكثر عند الأطفال وبتتنوع، يعني في ناس تتحسس خلينا نحكي للفراولة، كيوي، في ناس تتحسس على البندورة، على البندق، وفي شيء بنسميه كروس أليرجي، اللي هو بيكون الناس اللي بتتحسس على نوع معين من الزهور أو الشجيرات بيكون عادة مرافق له، مثلا حساسية ربيع بيكون مرافق لها حساسية بتحسس مثلا على التفاح، وهكذا قيس. في ارتباط وثيق بين انواع الحساسيه طبعا، لكن اكثر ممكن نحكي دكتور الحساسيه لها علاقه بالغذاء، ممكن تظهر اكثر على الجلد، صحيح دكتور؟ من صحيح. تاثر على الجهاز التنفسي او مثلا زي الاعراض ممكن اكثر معروفه، الحكه، كثره العطس وغيرها من الامور، صحيح؟ مزبوط مزبوط. بس الفرق الرئيسي بنحكي عنه انه حساسيه المواد الغذائيه اكثر بتكون عند الاطفال، هذا كثير ناس لازم تنتبه عليه. وفي نوع ثالث برضه بيجي بين او اللي هو الحساسيه ضد الحيوانات، اللي هي مثلا الناس اللي لسعات النحل بتتحسس عليها، او جديد كمان صار اللي هي ضد شعر الحيوانات، حساسيه القطط او الكلاب اللي بنسميها. دكتور، نتحدث عن الاسباب، نتحدث عن ايضا هل هناك علاقه بين المدينه والريف بالحساسيه ولا كيف دكتور؟ وليش احنا ما كنا نسمع كان عدد المصابين بالحساسيه باختلاف انواعها كانت عدد معدود، نحكي او نحكي قليل، لكن اليوم بالالوفات، يعني صحيح. دكتور الحساسيه، صحيح، الحساسية جزئين أو مسبباتها، نحكي عن جزء وراثي جيني، يعني كثير ناس اللي بيكون المرضى اللي بنتابعهم معهم حساسية بيكون واحد من أهليهم أو أهليهم اثنين عندهم حساسية في مرحلة من عمرهم. هذا الجزء الأول اللي هو وراثي جيني صعب نتحكم فيه، ولكن الجزء الثاني اللي هو كثير نظريات انحطت على الموضوع اللي هي البيئة اللي بينمو فيها الطفل. لهيك بنلاحظ زي ما تفضلتي إنه
الأطفال أو خلينا نحكي في المجتمعات الأوروبية من 50 سنة صارت أمراض الحساسية تلعب دور كبير، وهلأ صرنا نشوفها أكثر عندنا في مجتمعاتنا، لأنه الطفل الصغير اللي بيربى خلينا نحكي في بيئة نظيفة كتير، يعني اللي بيكون في المدينة في شقة، أول سنتين ثلاثة الطفل ما بيتعرض لأغبرة، ما بيتعرض لشعر الحيوانات أو الفرو أو الشجر أو هيك، فبيكون خلينا نحكي التطور أو تعود جهاز المناعة تاعه أقل من الطفل اللي ربيان في منطقة بنسميه طفل بيئة المزرعة أو في البيئة الريفية. هناك بيكون تطور جهاز المناعة إله، تعود على هاي الأمور، وبالتالي لما يصير 5 و6 سنين ما بيكون أعراض حساسية. وهذا كان له دور كبير كمان في دراسات كتير، وفي فيينا تحديدا آخر دراسة إنه مستخلصات بيئة المزرعة مثلا العلف اللي بيعطوه للبقر وغيره تم استخلاص مواد بروتينية منه الميتاجلوبولين، وتم إدخالها في أحدث طرق علاج الحساسية، لأنه هذا لاحظ أنه بيحسن وبيخفف الأعراض. يعني ممكن نحكي دائما بنحس أنه الأهالي خصوصا أول طفل فيه حرص كامل عليه من كل شيء، يعني لا نترك أطفالنا على الأرض على التراب، هيك أحسن إحنا بتكون مناعتهم أقوى من أنه إحنا يكون كثير حريصين عليه. يعني ما بدي أحكي أنه بالمرة أنه ما نهتم في أمور النظافة، أكيد مهم أساس الطفل ما يمرض وما ما يتعرض لفيروسات، ولكن هاي نظريات حاول العلماء من خلالها يفسروا ليش الأطفال الموجودين في المدن واللي تربوا ونشأوا في 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 الشقق والمناطق النظيفة بيكون نسبة أمراض الحساسية عندهم أعلى بكثير من أطفال الريف أو أطفال المزرعة. دكتور، نتحدث عن الأعراض أو ما يسمى بدرجات ردة فعل الجهاز المناعي لهي المسببات اللي تحدثت عنها دكتور، تفضل. طبعا أعراض الحساسية طبعا ما بدها أصلا دكتور يشرحها ويفسرها، هي معروفة عند كثير ناس. طبعا نبدأ من فوق لتحت، طبعا في العيون بيكون عندنا عاده احمرار في العيون، دمع زائد على الانف، بيكون عندنا عطاس، تسكير في الانف، سيلان اما لقدام او لورا. كثير ناس بيصير عندهم اعراض جلديه كمان مصاحبه. واخر شيء انا دائما بحكي عنه اللي هو برضه نظري في الطب، 20-30% من الناس اللي بيصير معهم امراض الازمه والربو لما يكبروا شافوا انه منشاها تحسسي، وبالتالي في نظرية في الطب انعملت اللي هي نظرية بنسميها انتقال الطوابق، يعني الأعراض الحساسية بتبدأ في الطابق العلوي في العيون والأنف والحلق، مع العمر إذا ما تم علاجها بعد 30 و40 تنزل للطابق السفلي للصدر وبتعمل لنا أمراض الأزمة والربو. لهيك ضروري جدا إحنا نعالج الحساسية ونتابعها. هاي بالنسبة للأعراض العامة. هلا في جزء مهم اللي هي درجة أو خلينا نحكي ردة الفعل التحسسية اللي بتصير عند الناس مثلا اللي بتعرض للأسعات النحل. مهم جدا هون نحكي عن إمتى إحنا لازم نشوف طبيب أو نروح على أقرب مركز طبي. طبعاً في 4 درجات لردة فعل التحسسية، الدرجة الأولى والثانية خفيفة خلينا نحكي، اللي هي الأعراض اللي ذكرناها بالإضافة إلى ممكن شوية دوخة، هبوط في الضغط، صعوبة في التنفس. لهون عادة ممكن تكفي الأدوية أو انتفاخ في الشفة أو في اللسان، ممكن تكفي الأدوية اللي موجودة مع المريض اللي ممكن يشتريها من كورتيزون ومن مضادات الهستامين. ولكن في حال بدأت الدرجة الثالثة والرابعة اللي هم متشابكات كتير، إن المريض بلش يصير مثلا عنده غياب عن الوعي، صار استفراغ، عدم انتظام في أو نقص كبير في نبضات القلب، هون ضروري جدا التوجه لأقرب مركز طبي أو عيادة طبية. التشخيص دكتور، كيف بيتم تشخيص هذا الشخص إذا هو مصاب بحساسية باختلاف أنواعها؟ حتى دكتور في ناس عندها حساسية موسمية، في ناس بتكون معهم طول السنة. مزبوط. طبعاً التشخيص نحكي عن 3 خطوات رئيسية. الخطوة الأولى اللي هي التاريخ المرضي، ضروري نسأل بالضبط شو المواد اللي بتصير عليها تحسس، تاريخ بيصير في الحساسية. الفحص السريري، في كتير مشاهدات بنشوفها خلال الفحص، مثلاً في الألف بيكون تضخم في القرينات أو لونها بيكون عليه، لك هي مؤشر إنه المريض عنده تحسس. الفحص الثاني اللي هو الفحص البريكتست، فحص الجلد اللي هو من خلاله بنعطي الحساسية تحت الجلد وبنشوف كيف كل مادة ردت فعل الجسم عليها. والفحص الثالث اللي هو الأكثر دقة واللي بيلزمنا للمرحلة الجاية اللي هو في العلاج، اللي هو فحص الدم اللي بنقيس من خلاله الاي جي اي، مادة معينة في الدم اللي هي خلينا نحكي الأجسام المضادة. طبعا هنا بيكون في شيء توتال لكل جسم، وفي لكل مادة معينة احنا ممكن نفحص قديش نسبة الأجسام المضادة إلها في الدم، وبالتالي بنقرر في الخطوة الجاي تحديدا في العلاجات الجديدة المناعية بنقرر ايش
اقوى حساسيه ومن وين احنا نبدا في علاج الحساسيه؟ اخيرا واهم بند او اهم محور دكتور، نتحدث عن اخر تطورات في علاج الحساسيه. ممكن حكينا ان هي ممكن مرض او تعتبر عرض لمرض بسيط، لكن ممكن نحكي انه اعراضها ممكن مزعجه، ممكن تاثر على طبيعه او سير اليوم او مزبوط. العمل عند اي شخص. نتحدث ما هي اخر تطورات دكتور؟ كثير بنسمع عن البخاخات، عن مضادات الهستامين، لكن هل هناك علاج لهذه الامراض الحساسيه المزعجه؟ طبعا موجود علاج، والعلاج خلينا نحكي بيكون على ثلاث درجات رئيسيه او ثلاث انواع للعلاج. الجزء الاول بنسميه العلاج الوقائي، انه بننصح المريض يبتعد عن المحسسات، مثلا اللي بيكون مثلا من الشجيرات او من الغبره، انه ما يخفف طلعته او ما يروح مثلا يتمشى في مناطق موجود فيها الشجيرات او يلبس الكمامه، اللي بيكون عنده حشره او حساسيه للعث، انه بيجي اغطي معينه للفرش اساس تمنع هاي الحشره تطلع. اللي بيكون عنده قط او كلب عنده حساسيه منها ضروري يعطيه لحدا او ما يخليه عنده. هذا الجزء الاول هو العلاج الوقائي، تمنع نبتعد عن المحسس. الجزء الثاني العلاج الدوائي او علاج الاعراض، اللي هو اللي ذكرتي حضرتك اللي اكثر الناس بتتعامل فيه او اكثر الاطباء بتتصرف فيه، اللي هو قطرات للعيون، بخاخات الانف، احيانا ناخذ حبوب كورتيزون. النوع الثالث اللي انا بدي احكي عنه واللي انا كثير بشتغل فيه في المانيا، اللي هو بنسميه العلاج المناعي، او هو العلاج الوحيد الشفائي. يعني بعد فتره من تطبيق هذا العلاج بنصير عندنا حالة إنه المريض شفي من الحساسية. طبعا هذا العلاج بكل بساطة العلاج المناعي الإميونايزيشن، هو إنه تعويد جسم المريض على المحسس اللي هو دكتور؟ طبعا هون بيكون عندنا إعطاء منتظم للمادة اللي بيتحسس إلها المريض عن طريق تحت الجلد أو تحت اللسان. طبعا بعد ما قمنا العملية التشخيصية كاملة وحددنا إيش المحسس اللي بيتعرض له المريض، بيتم تصميم دواء خاص للمريض، وهذا العلاج بيتم إعطاؤه على مدى سنتين إلى ثلاث. كل شهر بيأخذ المريض إما إبرة تحت الجلد أو قطرة تحت اللسان بتكون جواها المادة الفعالة، هي المادة اللي بيتحسس عليها، وبنصير نعطيها بطريقة تصاعدية لغاية إنه بعد ست شهور لسنة كتير مرضى بيصير الأعراض عندهم تقريبا اختفت، وبعد سنتين إلى ثلاث ممكن ننهي العلاج. وهنا بنحكي زي ما حكيت عن علاج ما هو ضد الاعراض، وانما علاج شفائي نهايته انه المريض يشفى ويتخلص من الحساسيه، نهايه للحساسيه وكل اعراضها ان شاء الله. الدكتور باسل زيد، اخصائي انف واذن وحنجره وخبير وباحث في امراض الحساسيه وعلاجها، الدكتور نورت فلسطين. الله يسعدك، مقيم في المانيا. اهلا وسهلا، نورتنا دكتور. اشكرك. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرتنا الطبيه، تحدثنا فيها عن اخر التطورات بعلاج الحساسيه. بنتمنى السلامه للجميع، واستنونا بفقرات طبيه جديده، وعوده لكم زملائي، ويسعد صباحكم. شكرا نادين، شكرا دكتور، وشكرا لاهتمامك لتواجدك معنا كمان بالاستوديو. وبالنسبه للكمان التقنيه الحديثه الاخيره اللي حكيتها كمان ان شاء الله تكون فائده لكثير من المرضى اللي تخلصوا من الحساسيه ان شاء الله. شكرا لكم.